الواد بقول لك تعالى. ماشي بيجي. يا سهرة بنتي يا سهرة. اهلا اهلا يا ست الكل. يا اختي مش تقول ان معاكي ضيوف؟ اه معايا ضيوف. خش يا حربي اتفضل بيت بيتك. ربنا يخليك يا معلم. شوف المعلم حربي يشرب ايه، مش هتاخر عليك. من عينيا يا معلمه اتفضل. تشرب ايه يا سي حربي؟ هو انت اسمك ساره؟ سعيدة بإذن الله. دمك خفيفة يا بنت. ده بس من ذوقك، ما قلتليش تحب تشرب إيه؟ أي حاجة على مزاجك يا قمر أنت. بس كده من عيني. أوعى. نهارنا زبادي خلاط. اتفضل يا سي حربي. ده ايه ده يا بت؟ فخفخينه. هي حصلت؟ بس دوق وقول لي ايه رايك. ها عجبك؟ الله، شوف يا بت يا سهره، كل لما اجي لك هنا عايزك تفخفخيني. انا احب الفخفخه على الاخر انا. ها. انت تامر يا سي حربي. ما تشوف الشغل يا بت وبطلي مقاسه ولا ماضي. من عينيا يا معلمه. تحب اعمل لك فنجان قهوه يروق دمك؟ مش عايزه اسم هاري، شوفي شغلك. امرك يا معلمه. اوعى تكون البنت دي صدعتك برغيها. بس والله يا معلمه دمها خفيف قوي. عارف يا حربي، انا مبسوطه من نفسي قوي. ربنا يبسطك كمان وكمان يا معلمه. بس لما اخذه يعني اقدر اعرف ليه؟ عشان نظرتي في الناس ما بتخيبش. انا من اول ما شفتك، حتى من قبل ما تخش السجن، وانا قلت الواد ده غير كل الرجاله اللي بيشتغلوا حواليا. ربنا يكبر بخاطرك. يعني اقدر اقول كده ان انا نلت الرضا؟ انا احب الراجل المفتح. وانا تحت امرك يا معلمه في اي حاجه. فاكر لما قلت لك هيجي اليوم اللي اجربك فيه؟ وانا مستني اليوم ده على نار. وهو جه. تعال اقعد جنبي هنا عشان عايز اتكلم معاك. وانا عندي قول يا معلمه، وتحت الامر والطلب. فاكر رجالة رشوان اللي جم لحد المستودع عشان يتعدوا عليا؟ وهم دول يتنسوا؟ دول وقفتك جنبي انت وزين، كان زمان بقى شكلي وحش قوي، وكان زمان هيبتي في المنطقة كلها اتهزت. ما عاش ولا كان اللي يهز هيبتك يا معلمة. أنا الراجل ده ليه عنده فلوس كتير قوي، يعني ليه عنده حق، مش عايز يديني فلوسي ومبلطج وبيكابر وكمان بيهددني. أنا بقى عايز أعلم عليه وأعلمه الأدب وأرد له الضربة قلمين تلاتة. في دماغك ترتيب معين؟ الحقيقة لا، أنا عايزك تتصرف أنت بمعرفتك، الموضوع موضوعك، خلصه بطريقتك. سيب الحكاية دي على ربنا وعليا يا معلمة. بس أديني بقول لك عشان ما تقولش المعلمة ما قالتليش، رشوان ده مش سهل وواصل قوي وإيده طايلة. ربنا يقوينا عليه. ولو احتجت أيوتها حاجة، رجالة، فلوس، أي حاجة، شاور وأنا أجيبها لك. معلش يا معلمة لا مؤاخذة يعني، من غير ما تزعلي مني، رجالتك دول مالهمش أي لازمة. الحكاية دي هخلصها أنا وزين بمعرفتنا في الدرة. لكن اللي أنا عايزه منك دلوقتي بس يعني الفلوس، حق الخردة اللي جبتها النهاردة، واللي هجيب لك زيها كل يومين والتاني. امسك دول. إيه دول يا معلمة؟ 2000 جنيه. بس دول كتير قوي. ما يكتروش عليك يا حربي، وبعدين موضوع رشوان اللي انا مدبساك فيه ده محتاج منك مصاريف كتير. قول لي بقى هتنفذ ازاي وامتى؟ لا مش على السخان كده يا معلمه،
انا لازم في الاول اشمشم واشوف كده رشوان ده سككه ايه ونظامه ايه، بعد كده اخطط على مهلي واقول لك هنفذ ازاي وفين. هو ده كلام العقل، عين العقل. طيب سيبك انا بقى معلم عشان اروح حاسب الرجاله، زمانهم قاعدين مستنين على نار. لا تسيبني ايه، اقعد احنا هنتغدى مع بعض عشان يبقى عيش وملح. لما رجع لك حقك تالت ومتلت ساعتها بس هاجي اتغدى واتعشى وافطر كمان. مش احسن برضه يا معلم اننا نستنى لغايه لما الواد حابب يجي بالمره؟ الواد حارب يلاقيه مخنيس ويعرف يلم الدور، نمازين عصبي متهور وهيولعها، ويبقى كده هم اللي ابتدوا مش احنا. روح يا شيخ ربنا يعمل بيتك. انا مش قلت الترابيزه دي تتشال من هنا؟ كيمو تلاتة شاي على مية بيضة من الحنفية بتاعتي. الواد حرب اتأخر كده ليه؟ الغايب حجته معاه سيد الناس، يا خوف اللي يعملها وياخد الفلوس ويكوت. لا دورهم حرب ما يعملهاش، معقولة يسرق عرق الرجالة ويهرب؟ لا ليه لا يا سيد الناس؟ انت ناسي اصله، مش حرب ده برضه ابن بياعة الخضار اللي كانت بتسرح بفجل؟ وبعدين ما تنساش يا معلم ان واد واد سجون، طب يمين بالله ده يعملها ويعمل ابوها كمان. وعلى رأي المثل اللي تحسبه موسى يطلع فرعون. لم كراكيبك يا عم الهيئة انت وهو، محدش يجيب سيرة المعلم حربي وهو مش موجود. انا قلت انت مالك انت يالا، هو حد داسلك على طرف؟ اقعد يا بركة وسيبك منهم. ما انت مش شايف يا عم زين بيقولوا ايه؟ وانا كده انت مش عايزين تعرفس. اقعد يا بركة وكبر مخك. انهي مخ ده اللي يكبره؟ هو الواد بركة ده عنده مخ من اصله؟ ده اللي يدور عليه يلاقيهم شايلين مخه وحاطين مكانه حبة البركة. انا قلت لك اخلص منك له. ايه ده، هو بركة ما جاش معاك ليه يا زين؟ بقول اخلص منك له يا سيدي الناس. لا بقى يا معلم، الواد ده لازم يتوبى. جرايا دورهم. ايه هتعافى على الواد ولا ايه؟ هتعافى على الواد وعلى اللي تشدد الواد وعلى اي حد يعلي حسه في المنطقة دي كلها. اه دي الحكاية جر شاكل بقى. لا جر شكل ولا حاجة يا زين، بركة قليل الأدب ولازم يتعلم ازاي يكلم أسياده. خلي الموضوع ده علينا احنا يا معلم، أنا أعرف ربي ورب اللي يتشدد له. الحاد يا زين، اللي هيلمس بركة هاخد عمره. يبقى أنت اللي صحيت الشيطان اللي جواه يا زين، ولو صحي مش هيعرف ينام. وب عليها يا رجالة. استنى منك لو ايه يا رجاله؟ في يا معلم ابو ضايع؟ هو ده اتفاقك مع معلمه انشراح؟ معلمه انشراح قالت ان انا ما اتعداش على حد وده حقها. يا معايا التوي زي ده يهزق الرجاله بتوعي ما عداش ابدا. معلش يا معلم ابو ضايع، امسحها فين؟ ما عنديش الاوبشن ده. انت بتتلكك بقى يا ابو ضايع. اسم المعلم ابو ضايع يالا. المعلم ابو ضايع، وزين هينضرب يعني هينضرب. هو ما ينفعش يا رجاله افتح علينا المطوه في قلب المنطقه ونقف ساكتين. ولا ايه يا جدعان؟ وريني يا بضايا، وريني هتعمل ايه انت وشاية الجرابيع اللي حواليك دول؟ استنى يا زين. استنى يا حربي، ما انت سامع؟ يا عم سيب اللي يقول يقول. جرياس يا حربي، هتنخ وتهر برابرة ولا ايه؟ يا عم انا لا هنخ ولا ههر برابرة، انا مش جاي اتخانق يا معلم يا بضايا. انا جاي احاسب الرجالة وادي لكل واحد حسنته واتفق معاهم على شغل بكرة كمان. بس الظاهر بقى يا رجالة ان المعلم يا بضايا مش عايز حد غيره يسترزق في المنطقة. والظاهر كمان ان انتوا موافقين على الكلام ده. خلاص احنا مش عايزين نولعها، احنا هنسيبها له مخدره ونمشي من المنطقه دي خالص. اما انتم بقى فربنا يكون في عونكم، وربنا على المفتري وقطعين الارزاق. عم رزق امسك، عم رزق انا عايزك تحاسب الرجاله دي كلها وتكرمهم اخر كرم وتديهم الطقطقين كمان. معلش يا رجاله كان بود اخدمكم واكرمكم، لكن اعمل ايه بقى؟ ربنا على المفتري. قوم يا بركه يلا بينا يا زين. انا فين يا حربي؟ البلد دي احسن من غيرها، هتروح فين يا ابني؟ هنمشي بقى.